السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ ان شاء الله اليوم جايب لكم مقطع فيديو نعلمكم شلون تحدثون شاشة السيارة نوع كيا، اي كيا، من موديل 2014 وانت صاعد. طبعا سيارات الوارد الامريكي بس، الوارد الخليجي ما تتحدث، بس الوارد الامريكي. وموديل اس اكس اي اكس، الشاشة كبيرة، الشاشة الصغيرة اكو تحديث الها بس بصراحة ما مطلع عليه. ويتحدث لك 3 انظمة: اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، وبرنامج الشركة نفسه اللي هو يشخص لك عطل السيارة ما عطل السيارة. وان شاء الله التحديث يعجبكم. صار فترة تقولوا لي التحديث، اريد تحديث، اسوي مقطع فيديو شلون اشوفكم التحديث. انا اريد دعم من عندكم، تدعموني باشتراك ولايك، وان شاء الله على مود انزلكم مقاطع احلى. واي تعليق عندك على الموضوع تقدر تكتب لي اياه وانا حاضر. اخوكم حسن مسيباوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب. اول شيء اعتذر على التاخير بالفيديو، شوي عندي مشاكل بالانترنت، تعرفون الانترنت عندنا وضعيته تعبان هذا الاسبوع. قبل ما ابدي بالشرح مال الموضوع راح اختصر عليكم، يعني اسئله هواي سالوني راح اجاوبكم قبل ما تسالوها، لان تكررت اكثر من مره. واعتذر على الرسائل اللي جتني لانه ما قدرت اجاوبها كلها، طلبات هواي والاسئله هواي. اول شيء موديل 13/12 نزولا ما الى تحديث من شركه كيا، يعني هذا السؤال هو سالوني لاي ماركه، يعني اوبتيما، سورنتو، سول، غيره. ثاني شيء الخليجي ما الى تحديث بشركه كيا، يعني سؤالي انتهينا من هنا. ثالث شيء شاشة ما بيها رام، ما ممكن تحديثها. رابعا قبل ما تتعب نفسك بالتحديث، بعطيكم فرق ملاحظة بسيطة، التحديث ما راح ينزل لك خرائط العراق، يعني ما راح تفتح الشاشة تلقى خرائط العراق نازل بالشاشة. التحديث كل اللي راح يسويه راح ينزل لك تطبيق، هذا التطبيق يسمح لك انه تربط موبايلك بالشاشة وتعرض خرائط التليفون بالشاشة. فيديو ما يعرض طبعا، يعني ما راح تقدر تشغل فيديو من الموبايل او من اي طريقة ثانية. والصور اللي نزلتها هي اللي شفتوها راح تنزل. نبدأ بالطريقة اللي هي قلنا موديل 14 صعودا اي ماركة. اول شي تسوي انها تسوي حساب بموقع اسمه ماي يو في او، الموقع هذا زين عيني، موقع ماي يو في او. سجل، تسوي حساب، اذا عندك حساب مباشرة سجل دخول، اذا ما عندك حساب من الريجستر تسوي حساب جديد. راح يطلب يعني مثل اي حساب فيسبوك او غيره، يطلب من عندك الاسم، دخل اسم، عفوا الجيميل، عندك حساب جيميل والباسورد، ويطلب منك رقم تليفون. رقم تليفون العراق ما يشتغل، يعني خليها ببالك، فحاول تستخدم رقم تليفون امريكي بدون الصفرين، يعني مباشرة الأرقام الأمريكية تبدي 0 1، هذا الكود مالتهم، ابدي من 1 رأسا. الرقم الأمريكي راح تقول منين أجيبه، اكو برامج تسوي. وإذا ما عندك أي صديق، أي شخص، أي رقم أمريكي تعرفه على الإنترنت تجيبه من أي مكان، مجرد تنزله وما راح يدز لك عليه لا رسالة تفعيل ولا أي شيء، مجرد إنها تسوي بيه حساب على مود تقدر تطب وتكمل باقي إعداداتك. خلينا نقول دخلنا الحساب، هذا طلب منا الايميل، باسورد، تحدد الباسورد، وهذا التليفون اللي يطلبه من عندك، تقول له موافق، صار عندك حساب. تجي على الحساب، اول ما يفتح عندك الحساب يفتحه بهالشكل. انا ها سيارتي ضايفها بالنسبة لي، انت بالنسبة لك راح يطلع هذه اد فيكل، لان انت سيارتك ما ضايفها بالحساب. تعطي اضافة مركبة اد فيكل، راح يطلب منك النيك نيم، النيك نيم انت خليه، يعني اسمك، اسم السيارة، كيفك، يعني اي اسم، نيك نيم، والفي اي ان اللي هو رقم الشاصي تخليهم، وتقول له اد. تنزل عندك السيارة، السيارة من نزلت عندك راح تنزل عندك بدون هذن الجو، هاي التفاصيل ذني ما موجودة، تطلع عندك بس السيارة. ليش؟ لانه السيارة بعدها ما متفعلة، يعني انت ضفت السيارة، ضفت رقم الشاصي، تحتاج تفعل السيارة، يعني بعدين نوصل لهالخطوة التفعيل. خطوة التفعيل شلون؟ اكو خطوة خطوة التفعيل من السيارة، يعني هسه لحد هنا يطلع عندك بس هذه سيارتك، راح تطلع هنا بدون هذني، بدون هذه، بدون هذه، بدون هذه، بدون هذه.
لهنا أنت تتوقف، بعد ما تقدر تسوي شيء لأنه لازم تروح تفعل السيارة. شلون تفعلها؟ تنزل تطبيق، التطبيق إذا كان حسابك، إذا كان تليفونك أندرويد، التطبيق اسمه أندرويد أوتو، وإذا كان عندك آيفون تنزل تطبيق اسمه أبل كار. اثنيناتهم نفس الإجراء، يعني مجرد تنزلهم. ورا ما تنزلهن هسه نروح للسيارة حتى نشوف شو نسوي بالحساب، يعني شلون نروح نفعل السيارة من هناك. شباب هذه السيارة طبعا نشغلها. أنا الشاشة مالتي بالنسبة لي هذا اللي محدثة، بيحدث انتو في يعني الشاشة مالكم راح تطلع بغير الشكل هذا. أنا بالنسبة لي شاشة محدثة، انتو شاشة قديمة اللي هي هذه. قبل ما أربط التليفون هي هذه الشاشة اللي عندك حاليا. مجرد انه شغل السيارة تروح على السيت اب. سيت اب، هذه السيت اب. اذا ما موجودة عندك هنا بالكيبورد جوا الشاشة تلقيها بالشاشة، تقدر تروح من هنا على الابليكيشن او المنيو الرئيسية وتروح على السيت اب. هذه السيت اب. بعد ما تدخل على السيت اب تروح على اخر شيء، تنزل بالنهايه راح تلقي سيستم انفورميشن. هذه سيستم انفورميشن، التحديث مال الشاشه مالتك هو هذا الفوق، هذا اول واحد. يعني هذا بالنسبه لي محدث، يعني اللي قبله كان مو هذا، اللي كان اكو غير رقم. هذا بس تطق له صوره، وبعدين راح اقول لك شو اسوي ليش تطق له صوره هذا. هسه لهنا انتهينا، هذه نرجع من عندها. راح اربط الموبايل مالتي، اشوفكم الطريقة شباب. شوي هذا التليفون شاشته مو كلش قوية، على كل احنا اللي همنا هذا التطبيق. هذا انا بالنسبة لي النظام مالته اندرويد، هذا التليفون تطبيق يو في او. الايفون لا، ابل كار راح تلقوه. هذا الاحمر اللي هو يو في او راح اربطه هسه بالكيبل، وطبعا لحد الان احنا الشاشه ما متعرفه، مجرد راح اربط التليفون بالكيبل. شوف ايش راح ومن نفتح التطبيق نشوف ايش راح يصير. هذا الحساب مالتي، فتحته الحساب اللي سويناه قبل شويه تذكرون بالحاسبه، من قلنا نسوي حساب رقم امريكي. يفتح لك، اذا فتحت هذه الصفحه السياره مالتك تفعلت. شلون تعرف انه السياره تفعلت؟ تروح على مثلا vehicle information، هذه vehicle information تضغطها راح يطلع لك اعدادات سيارتك، ايش قد ماشيه. هسه سيارتي ماشيه 38228، هاي الحكي كله. انا سيارتي ما متفعله يفترض، بس مجرد انه راح افعلها. شلون اعرف اتفعلت؟ راح يعطيني اعدادات سيارتي، ايش قد ماشيه، والعطلات اللي بيها حاليا شنو، يا ايرباق اللي طاب. يعني هذا التطبيق اليو في او بيه شغلات حلوه. انا هذه فائدتنا انه بس نفعل السياره فقط، لا اكثر ولا اقل. بيه هواي تفاصيل احنا اللي نحتاج نتاكد انها السياره تفعلت او لا. لحد هنا هسه انا رابط الكيبل بالسياره. السياره ما له علاقه انه الكيبل يقرا، يعني الموبايل تعرف على الشاشه او ما تعرف، هذا مو مشكله. الغايه من هذا الموضوع اليو بي اس ان اليو اس بي عفوا، انه الشاشه تتعرف يعني، او السياره تتفعل بالموقع. فلازم اربطها وادخل اليو في او هذا عن طريق الابلكيشن اللي انا نزلته بالموبايل. لهنا انتهى دور الموبايل، كل شيء ما نحتاجه بعد. تطلع من الموقع تشده، طفي السيارة طبعا، هذا الرام انسحبه، تسحبه. انا بالنسبة لي مفعل ما احتاج اسحبه. هسه نروح نرجع للحاسبة. مرحبا شباب، نرجع وياكم مرة ثانية. الفيديو قطعته مرتين، يعني مرحلتين سويته على مود الانترنت حتى اقدر ارفعه. هسه عرفنا شلون نسوي حساب، عرفنا شلون نفعل السيارة. هسه نجي شلون ورا ما تفعلت السيارة، بعد ما تفعلت قلنا قبل ما تتفعل تطلع عندي صورة سيارتي واسمها اللي انا ضفت النيك نيم والموديل مالتها، ذني ما موجودات. بعد ما تفعلت سيارتي راح يطلع لك بهالشكل، راح يطلع عندك 1 2 3، مو مهم، المهم راح يطلع عندك ذني. ذني راح تشوفني ظهرا عندك. ذني شنو؟ اول وحده هاي تقول لك المشاكل اللي عندك بالسياره شنو اللي تحتاج صيانه.
هنا الفترة مال الصيانة شقد يعني، انت ماشيك 6700 ميل وكذا يعني، بك شغلات يعني. بقلنا بذاك الموقع اللي بالتليفون، العفو التطبيق اللي بالتليفون، هو يقول لك شو بتسوي صيانة وكل شقد وشنو المشاكل اللي عندك حاليا اللي لازم تعالجها. انا ما اريد اني هسه محتاج، انا محتاج فيو ليتست سوفت وير. شنو فائدته هذا؟ هذا اضغط عليه اقول له شوفني اخر تحديث نزل للشاشة مالتي، اضغط عليه راح يفتح لي الواجهة مال اخر تحديث، او راح يفتح لي هذا يسوي تشيك. زين راح يسوي لي تشيك على ال عفوا رجع تارك الحاسبة، نضغط عليه راح يسوي لي تشيك يشوف لي اخر تحديث موجود. انتظر شوية يعني ما يتأخر، تقريبا يعني ثواني. شو اقول له؟ اقول له view detail يعني اظهر التفاصيل. راح يقول لي اخر تحديث هو هذا الرقم. يجوز بالنسبة لك تطلع الشاشة غير شكل على اعتبار اني محدث. زين لان هو يقول لي please note that your vehicle software may be up to date، يعني انت محدثه اساسا. ف هذا الرقم راح يطلع عندك انت بالنسبة، مو بهالشكل بهذه الشاشة، غير يعني نفس غير شيء، بس راح يطلع عندك نفس هذا الرقم، مو نفس هذا الرقم. الصورة اللي قلنا اخذناها قبل شوية اللي قلت لك تاخذ لها صورة، شنو فائدته؟ تقارن هذا الرقم الموجود عندك هنا، تقارنه بالرقم اللي مال الشاشة مالتك، اذا نفسه يعني الشاشة مالتك ما لها تحديث، انت اساسا محدثة او هذا اخر تحديث لها. اي اختلاف بين هذا الرقم وبين الرقم اللي اخذناه على صورة او يعني من السيستم انفورميشن بالشاشة، اي اختلاف موجود بيناتهن معناها انه الشاشة مالتي بيها تحديث ولازم انزل التحديث. نجي نكمل، قلنا اذا هذا الرقم او هذا الكود ما مطابق للكود اللي عندي بالشاشة معناها اكو تحديث جديد نازل. شلون انزل التحديث؟ اضغط على هاي ماين از ديفرنت، يعني الكود اللي عندي يختلف عن هذا اللي موجود، راح يفتح لي هذه الصفحة. ما لكم علاقة بهذا كله، تجي قبل على هذا تشوفوه، تضغط عليه، مجرد تضغط عليه راح ينزل عندك برنامج، البرنامج راح ينزل عندك هو هذا، يعني ما اعرف اسمه، المهم برنامج خص شركة كيا. هذا البرنامج، قبل ما تفتح هذا البرنامج راح تروح تجيب الرام، تدخل الرام بالحاسبة، اما تخليه مباشر اكو مدخل مال الرام، واذا ما عندك مدخل للرام بالحاسبة تقدر تشتغل تستخدم يعني ذن المحولات الكارت ريدر، عفوا تستخدم الكارت ريدر تخلي بيه الرام وتخليه بالحاسبة. اذا فتحته مباشر واقول له يس راح يقول لي ننتظر شوية، مومنت مومنت بليز، راح يقول لي الرام ما موجود. اذا انا ما مخلي الرام بالحاسبة راح يقول لي الرام ماكو، يعني خلي الرام بالحاسبة وابدي ريتراي، نفس الشي ماكو رام. من اخلي الرام مالتي بالحاسبة راح يقول لي كونتينيو. خلي ببالك باللحظة اللي تدوس عليها كونتينيو او نيكست يطول هذا الموضوع، انا طول عندي بالنسبة لي حسب سرعة الانترنت اللي عندي، اشتراكي طبعا ابو الخمسين، طول عندي من الوحدة الظهر ثاني يوم بالعشرة الصبح، يلا خلاص. خلال هاي الفترة انقطع، من يصير قطع بالسيرفر وانقطع بسيط، مرات يوقف التحميل ما يرجع للصفر، بس شنو يوقف؟ تحتاج انه تتابع كل شوية تشوفه ده يستمر، لمرات يقول لك ريتراي يعني التحميل واقف، ارجع اضغط ريتراي حتى يكمل، قلنا ما يكمل من الصفر بس حتى يرجع يكمل فوق اللي موجود، لان اي خلل بالانترنت بالهذي راح يوقف. وخلي بالك شغلة ثانية انه لازم عندك كهرباء مستمرة، ولازم الحاسبة مالتك ما تحتاجها وتبقيها مشتغلة على الأقل يعني 15 ساعة 20 ساعة، ما أعرف حسب الإنترنت اللي عندك. الأفضل إنها تحدث الصبح يعني من 12 بالليل وفوق تبدي تحدث. وقلت لك لازم كل فترة تشوفها، كل نص ساعة كل ساعة تشوف التحميل ده يمشي لو واقف، حتى إذا واقف تكمله، لأنه إذا تعوف وتجي ثاني يوم تلقي واقف ماكو فائدة. لهنا بعد ما يكمل التحديث تنزل وراء يعني تحديثين يعني ثلاثة، ذني سريعات، بس أول تحديث هو راح يطول عندك بحدود يعني 15 ساعة 16، وإذا إنترنتك قوي يجوز 5 ساعات. لهنا انتهى بعد ما عدا شيء، من يخلص التحديث راح يقول لك دان، مكان ما ريتراي وكويت يطلع لك علامة يقول لك كونجراتوليشن تم تحديث الرام. لحد الآن احنا حدثنا الرام.
لهنا بعد ما نحتاج الحاسبة ونطلع من التطبيق ونسحب الرام. قبل ما نسحب الرام تعرفون هاي القضية من ناو سيف ونفصل الرام حتى ما يضرب. لهنا انتهى شغلنا بالحاسبة، هسه نروح للسيارة نكمل شغلنا. شباب اجينا للسيارة، خلي ببالك تحديث الشاشة بعد ان تخلي الرام، طبعا قبل ما تشغل السيارة تخلي الرام، يعني الافضل انه تخلي الرام بعد ما تخليه تشغل السيارة. راح يطلب منك كونفيرم ما اعرف شنو التفاصيل، اعطي اي شيء يعني موافق او كونفيرم او يس حسب الشاشة مالتك واعداداتها. خلي ببالك قبل ما تحدث انه السيارة انت ما محتاجها، ليش؟ لانه السيارة راح تاخذ بحدود 30 الى 40 دقيقة تبقى مشتغلة حتى يكمل تحديث الشاشة. يعني خلي ببالك انه السيارة بها بنزين كافي، خلي ببالك انه السيارة ما واقفة مكان يعني داخل البيت او الجراج، يكون مو بالشارع، لانه راح تبقى مشتغلة من نص ساعة الى ساعة او 40 دقيقة حسب. انا يعني بالنسبة الموقع مالكي يقول 40 دقيقة، انا يعني الشاشة مالتي ب 30 دقيقة كملت، موقفها بالجراج وفاتح البنيد حتى شوي يعني تهوية المحرك، واجيت من حدثت لقيت الشاشة محدثة وكاملة. نجي على تفاصيل التحديث. انا هسه ما راح اقدر اربط هذا الموبايل اللي دا اصور بيه، يعني انا هذا الموبايل اللي دا اصور بيه منزل بيه تطبيق اسمه اندرويد اوتو، هذا غير اليو في او. طبعا عذرا بالفيديو الاول انا قلت تنزل تطبيق اندرويد وابل كار، انا كنت اقصد تنزل تطبيق اندرويد وابل كار ويو في او. اليو في او اللي فعلنا بيه السيارة سويناها اكتف. هسه ورا ما حتى احدث الشاشة نزلت الرام، موبايلي هسه انا ما رابطه، هسه بدي احدث الشاشة اني خليت الرام توني. اروح للست اب، قلنا اخر شيء سيستم انفورميشن، بس اضغط ابديت راح يبدي تحديث الشاشة، يقول له موافق اذا طلب موافقة، وتبقى تنتظر قلت لك نص ساعة 40 دقيقة 50 يعني حسب سيارتك حسب الشاشة مالتك. اوتوماتيكيا راح يخلص التحديث. اول ما يخلص التحديث راح تلقي تطبيق جديد نزل، اللي هو تطبيقين يعني بالحقيقة مو واحد، اللي هو هذا اندرويد اوتو، هذا مال اندرويد، والابل كار هذا مال ايفون. هذني اذا نزلن بموبايلك لازم تنزل، اذا سامسونج تنزل هذا واذا ايفون تنزل هذا بموبايلك. مجرد تربط الموبايل بالشاشة هذا راح يتفعل. هسه هو لونه فاتح، من تربطه بالشاشة راح يتفعل، راح يصير لونه غامق، ومن تربطه يطلع عندك هنا، نضغط رجوع، يطلع عندك المكان هاي مال البحث، يطلع عندك هنا. من طلع عندك هنا تطلع لك الواجهة مال الخرائط، مال الخرائط يعني الواجهة مال موبايلك. تقدر تشغل الموسيقى عن طريق الشاشة مباشر موبايلك، طبعا بعد ما تقدر تستخدمه. الاتصال من الشاشة، عفوا الاتصال من الشاشة، الرسائل على الشاشة، الخرائط اللي تنزل على الشاشة. موبايلك من تجي تفتحه راح تلقي شاشة سوداء، لأنه صار ويا الشاشة مال السيارة، يعني بعد ما تقدر تستخدم يوتيوب وغيره من تحتاج اتصال من الشاشة. زين عيني، وراها شوفوا هسه أنا الشاشة محدثة، يعني اللي اكو جماعة يتوقع انه التحديث راح ينزل خرائط العراق، ما ينزل خرائط العراق لأن هاي السيارة أمريكية، فما ينزلك بها خرائط الشرق الأوسط. فالفائدة من هذا الموضوع كله انه الخرائط راح تفتحها بالموبايل ويعرض الصورة على الشاشة مال السيارة. مجرد انه تربط الكيبل راح يتفعل الموضوع وينتهي كل شيء، يتفعل الموضوع وما عندنا شيء بعد. لهنا مثل ما قلنا تأكد انه سيارتك لازم ما تحتاجها، يعني يكون بالليل او اي وقت ثاني، وبنزين يكون عندك كافي. وعذروني على التأخير لأنه أنا عندي دوام، إضافة إلى أنه النت عندي كلش تعبان فشوية تأخرت بالفيديو. سلامي لجميع الأخوة، وأي شيء تحتاجوه خلوه بالتعليقات إن شاء الله أجاوبكم، وأعتذر لأنه الرسائل دا تجي هواية فما أقدر أجاوب على الخاص، أعتذر جدا يعني، فدا أجاوب البعض والبعض ما لحق الإعجاب أجاوبه. والاشتراك في والسلام القناة. عليكم.